اهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. النهاردة المطبخ بتاعنا فيه شوية بساطة وسهولة. شيخ المحشي. شيخ المحشي إزاي نطلق عليه شيخ المحشي؟ بالتأكيد يستاهل. ده بتنجان عروس بنحشيه لحمة مفرومة من غير رز ولا خضرة وشوية مكسرات. بتنجان لحمة مفرومة وهنعمله فتة. هنعمله فتة بالزبادي. طبعا هنا الموضوع ما فيش شوربه لحمه ولا اي حاجه، بس هنشوف نعمل ازاي طبق فته لطيف وجميل بشيخ المحشي اللي هو البتنجان. معانا النهارده فطاير، مش هخليك تعملي عجينه ولا تستنى علينا التخمير خالص. معانا التوست الجميل ولكن لازم يكون طازه وطري، ونشوف ازاي نعمل الفطاير بالزعتر واللبنه، حاجه لطيفه تفطري بها الصبح وجبه عشاء مع حته بطيخه زي الفل تمام. معانا كيكه النهارده انا مسميها الكيكه الشقيه، كيكه من غير بيض، هتاخد زبده هتاخد حليب هنشوف نعملها مع بعض ازاي ونستغنى عن البيض، لان في بعض الافراد او بعض الناس مش بتحب وجود البيض في قلب الكيكه. بعد ما بتستوي الكيكه بتبقى ريحه البيض في قلب الكيكه، فخلونا ازاي نعمل كيكه النهارده من غير بيض وتبقى برده لطيفه وجميله ونشوفها مع بعض. ممكن نقدم معاها فروت سلطات حسب الرغبه. حلقات النهارده فيها تفاصيل، فيها معلومه غير معلومه، وبطريقه بسيطه كمان وبدون تكلفه. حكايه شيخ المحشي، شيخ المحشي يطلق على البتنجان وعلى الكوسه في حاله حشواه بدون رز، يعني لحمة مفرومة وبس. هل ده تبذير؟ لا، ده ابتكار، ده إبداع. تعالوا شوفوا مقاديره على الشاشة. معانا بتنجان عروس وجايب الأبيض، مجبتش الأسود عشان يبان مع اللبن كده لطيف وجميل. ممكن نستخدم الأسود بس أنا حبيت الأبيض النهار. ومعانا لحمة مفرومة ومعانا طحينة، معانا زبادي ومعانا بصلة ناعمة، معانا فصين من الثوم، ومعانا شويه بقدونس ناعمين، والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل وبابريكا. حلو الكلام. تعالوا شوف هنعمله مع بعض ازاي. اول حاجه هاخد المفروم ده اهيئه، حلو، ويا سلام لو مفروم ضاني في نسبه دسامه شويه. حلو الشكل ده كده، ده مفروم ضاني وفي نسبه دسامه شويه، ونحط عليه شوية بقدونس ناعمين. حلو قوي. شوية بصلة ناعمة. فص ثوم ناعم. ناعم لما بقول ناعم يعني مفروم ناعم. حلو الكلام بالشكل ده كده. بهاراتنا كزبرة. شوية بابريكا. بحبها دايما ما تدي طعم كده وشوية شقاوة في الطبق. لازم تجيبي نوعية بابريكا حلوة. شوية كمون، ده كله على المفروم، والملح بتاعنا. حلو الكلام زي الفل يا عم الشيف. وبشرة فلفل اسود من ايدك الحلوة طازة كده. كده هيأت اللحمة كأنك هتعملها كفتة. تسلم ايدك يا عم الشيف. كل المقادير دي مع بعض بقلبها بايدي. حته لحمه نقف محطه كده، بيجي على بالي شويه حاجات كده احب اقولهم. يعني دي محطه اسمها محطه الابداع. لما اقول محطه الابداع يعني بفتح لك الصوره، تقدري تنوعي وتشكلي زي ما انت عايزه. زي ما انت شغاله كده الاولاد مستعجلين، تجيب رغيفين عيش شام وتضربي فيهم اللحمه دي كده وتبقى عملت حواوشي. حلو قوي يا شيف والله. تمام، بنفس المكونات دي تجي عاملاها داوود باشا. شويه رز بالشعريه وزي الفل. نفس المكونات تحت ايدك اهو. حلو، بنفس المكونات دي يا عم الشيف وجينا عاملين كفته مع البطاطس. حلو قوي. حته اللحمه اتلمت مع التوابل مع البهارات زي الفل. لغايه كده احنا زي الفل. نجيب البتنجان متقور وجاهز. تعالي بقى اقول لك على حاجه حلوه. تقابلي صاحبتك في الشغل، تقابلي جارتك، البتنجان بنجيبه من عند الراجل نقوره وبنسيبه يتحط في الثلاجه بيبقى قلبه اسود. بنجيب الكوسه نفس الطريقه. اقول لك على تركايه حلوه عشان خاطر الحبايب. بتجيبي ميه ساقعه أو من الحنفية، عشان لو قلت مية ساعة تقول لي مفيش تلج وأجيب مية ساعة منين وما عندناش، لا خالص مية من الحنفية. حلو تمام.
واخد الميه دي يا عم الشيف احط فيها ورقتين نعناع حلوين. شفت بقى لما نحب نجود بقى، ده التجويد الابداعي. ده ورق نعناع اخضر، بهيئ الميه دي او الشوربه دي او المرقه دي او البيون ده اهو او المنقوع ده للبتنجان اهو. اصبحت الميه هنا فيها ايه؟ طعم النعناع حلو قوي. عصره ليمون بقى مشروب شهير، ليموناتا حلو قوي بس من غير سكر. يا سكر شويه ملح حلو قوي، كمان شويه فلفل وشويه كمون في قلب الميه. خلي بالك الكلام ده ليك انت وبس عشان بتتابع القناه الاولى. هنا التركايه بقى، وانا لو خدت البتنجان وقورته وحشيته حد هيقول لي حاجه؟ اي حاجه طبعا الواد بيعملها خلاص بيقول لك الشيف ده خبره يا عم، احنا وراه ندوق وخلاص ونغمس. اه حطينا ميه، حطينا نعناع، ليمون، ملح، فلفل، كمون. اصبحت الميه هنا مختلفة، خد الطعم وشكل تاني. اخد البتنجان يا ست الكل زي ما هو كده، لو ابيض او اسود، وانقعه في الايه؟ في الشوربة دي او المية دي. اه اي اول ما تشرب مية هتلاقيها نزلت تحت لوحدها. اه بصي او هي كده، بصي اهي هتلاقي خلاص نزل، شفتي؟ اه ونبدأ ان احنا نغرق دول كلهم كده واحنا شغالين مع بعض. سيبهم حطهم في التلاجة. اه اصبح البتنجان من جوه خد طعم، شفت الجمال؟ لان احنا هندخل اللحمه المفرومه على بتنجان جوه نسبه الحديد والاكسده فيه عاليه، فمسود بتنجان موز تفاح نسبه الاكسده فيه عاليه من جوه السواد. فانا هنا لما احطه في المنقوع ده كده بهيئه. اه شويه بتنجان سكر اه زي الفل يا عم الشيف. تمام، سيبهم في الثلاجه من بالليل، سبتهم يوم مفيش اي مشكله، البتنجان مش هيحصل له حاجه. عملتهم زي ما انا عملتي دلوقتي كده، ونبدا نحشي معانا البتنجان وفي طاسه على النار شديده الحراره او صينيه زي اللي معايا دي كده حسب الرغبه، لان البتنجان ده يا ست الكل هيتحمر بعد ما يتحشي اهو كانك بتحمري كفته. البتنجان في السائل بتاعه اللطيف الحلو بياخد لون حلو من جوه، بياخد طعم حلو. ودي تركايه سجلها عندك كده عشان تبقى انت عندك انت وبس اهو. ميه، نعناع، ليمون، ملح، فلفل، كمون. وناخد اللحمه المفرومه دي كده ونبدا نحشي مع بعض واحنا شغالين. حلو الحشوه هنا، احشيها جامد، مفيش لا رز بقى ولا مشكله هتواجهنا. دايما لما نحشي المحشي او نعمل محشي كوسه او بتنجان نحط في الاعتبار ان الرز هيستوي جوه الكوسه او البتنجان. هنا مفيش رز فتمليها لحمه مفرومه، خليكي كريمه وهنستاهل كرمك. اهو افضل ميه منها، الله عليك، وادخل اللحمه المفرومه دي مكانها بالراحه كده. اهو وتن وراها لغايه لما احشيها جامد على الاخر. الأكلة دي جنسيتها ايه؟ منشأها ايه؟ حلو، الأكلة دي من المطبخ الشامي أو المطبخ السوري، سموها شيخ المحشي. ويا سلام لو حطيت لها شوية صنوبر كده متحمصين في قلب اللحمة المفرومة، أنت بقيتي كده حتة تانية وشغل تاني. أصبح شيخ المحشي، أهو. شفت إزاي؟ أهو. محشيها جامد. عشان البتنجانيه لما تستوي ما تهبطش مني. اه واتاكد كده هدوس عليها كده اهو واقفلها كده زي الفل. نعم يا غالي. لا مش هتطلع هنا، فين ده؟ العكس العكس البنه دي يا شباب العكس. لو هي فيها رز طبعا الطريقه دي ما ينفعش خالص، مش هينفع يبقى محشي خالص، هتبقى بقى هنا هريسه، فلازم تتحشي بالشكل ده كده. اه واحنا شغالين مع بعض. اه نحشيها كده اهو بقلب جامد وعلى مسؤوليتي. اه تاني عندك شويه صنوبر يبقى كده شيخ المحشي حقيقي وحقيقي كمان. اهو خد شويه لوز فله.
السنة يعني لو جبت الصنوبر يا شيف صنوبر يا راجل يا طيب لوز يا لوز يا لوز. فأنا معاكم واحدة واحدة، مقادير في متناول الجميع، دوري إن أنا بديك أفكار بأقل تكلفة تقدر تنوعي من المطبخ بتاعك، تقدر تشكلي كل يوم ولادك ياكلوا صنف مختلف، ولكن من نعم ربنا علينا هي نفس المكونات، بتنجان ولحمة مفرومة كأنك تعملي مسقعة، بس تخيلي بتعمليها بقى فتة واسمها فتة ايه؟ شيخ المحشي. شيها كده على الاخر، واتاكد ان اللحمه بتخش جوه للاخر لان البتنجانه متقوره صح. طب قلب التقويره بتاع البتنجان ده يترمي؟ لا، ممكن تعملي بيها ايه؟ شويه شوربه، تعمليه بابا غنو او متبل يتشوي او يتحمر في الزيت، وبعد ما يتشوي تحط له معلقتين زبادي معلقتين طحينه، وعملت سلطه البتنجان بالزبادي والطحينه او متبل البتنجان او بابا غنو. حلو، شفت ازاي بسهل عليك؟ مفيش حاجه تترمي من ايدك ولا يكون في تبذير في مطبخك، انت وزيره الاقتصاد جوه البيت. ادي البتنجان وحش، حد يجي يساعدني، ساعدوني بدعوه حلوه وبقلبكم الحلو. تسلم ايدك يا شيف والله. ده البتنجان ده احنا محددين اقامته مسقعه او مقلي جنب شويه طعميه. نجيب البتنجان العروس ونخليه شيخ المحشي طبعا. واتاكد ان هي اتحشت. مخرجنا الجميل لو حابب تطلع فاصل اطلع فاصل، ما عنديش اي مشكله، انا لسه بالي طويل. انا هقعد احشي البتنجان ده كله على فكره، انا عايز اعمل ايه شويه فته كده حلوين واعزم الجيران وحبايب الجيران. تعالوا نكمل شيخ المحشي مع بعض بسرعه عشان وقتنا خلص. البتنجان هدي معايا، والخلطه اللطيفه الحلوه، باخد البتنجان كده والخلطه دي كده، اللهم صل على النبي. ومعانا الزبادي والطحينه كده. انا خلصت كل القصه يا عم الشيف، باخد الشوربه الحلوه دي كده، بص على الحلاوه، بص على الشقاوه، بص هو ده هو ده هو ده. البهريز ده ينزل كده على العيش اهو يا ام، ينزل على العيش اهو، غرقي العيش الصلصه الحلوه دي كده. نعم، ما فيها شوربه يا ابن الحلال، مش دي لحمه ضاني وحطيت عليها صوص طماطم وشوربه غليت فخدت طعم اللحمه الضاني، يعني طبق الفته حق وحقيقي. حلو الكلام. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هناخد البتنجان ده نرصه على وش الخبز. تعالى يا عم الشيخ، اسمه شيخ المحشي، اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي؟ ايه الاكله الجميله الحلوه دي؟ ايه الاولاد اكلوا والضيوف اكلوا؟ لحمه ضاني جوه البتنجان الابيض الحلو ده كده. حاضر يا فندم. شفت الحلاوه دي كده؟ بقول لك عايزين نختم يا شيف، وقتك خلص، عرفكش انا اذا كان عليا عايز اقعد لبكره واقف هنا شغال. شفت الحلاوه؟ حلو اهو. ننزل بالزبادي، الله، طبق فيه حكايه فيه حدوته. يا سلام، هو ده. عارف بيقولوا لي ايه؟ في نص صنوبر. هو ده، لسه ما خلصتش. لازم التركايه دي على الزبادي كده، لازم الشكل ده يطلع كده. ألف هنا وشفا للي ياكل. دي الفتة بتاعتنا النهاردة، فيها لحمة، فيها شوربة، فيها كل حاجة حلوة، تفاصيلنا صغيرة ولكن لنا هدف كبير. إزاي تقف في المطبخ تعملي حاجات حلوة لولادك؟ فتة، شيخ المحشي، كيكة بالبرتقال، فطاير التوست الجميلة الحلوة باللبنة والزعتر. مطبخنا على شاشة القناة الأولى دائما وابدا، وما زلنا ان شاء الله تعالى فيه الرؤيه والابداع والفن. منين؟ من ماس بيرو.
We'll be right back.